مساء الخير للجميع. نهار اليوم طرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وكانت أجواء حارة نسبيا في مختلف مناطق المملكة ومائلة للحرارة في المناطق الجبلية، وحارة في كل من الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. والآن الأجواء معتدلة في عموم المناطق، وتصل درجات الحرارة الدنيا إلى 20 درجة مئوية. أيضا تكون أجواء صافية في أغلب مناطق المملكة. أما عن حركة الرياح فتكون متغيرة الاتجاهات إلى شمالية معتدلة. والآن مع درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الليلة وأيضا خلال نهار الغد، نبدأ كالعادة من المناطق الشمالية من البلاد. في إربد هذه الليلة تكون 19، وفي عجلون 18 مئوية. السلط غدا حوالي 32 درجة، والأجواء حارة نسبيا. في جرش 34 مئوية. في الزرقاء 22، وشرق عمان 20 درجة، غدا 33، وأجواء حارة في الزرقاء مع 35 مئوية. في مادبا 16، ووادي الموجب 22، البحر الميت 30، غدا حوالي 41، وفي الأغوار تكون أجواء حارة مع 43 درجة. 18 في معان، وفي البتراء 20، في الطفيلة 19 مئوية، غدا ترتفع إلى 33، والعقبة حوالي 38 مئوية. 19 في كل من الجفر والصفاوي ورويشد، وغدا ترتفع في الأزرق إلى 35 بالإضافة لمنطقة رويشد. بالحديث عن نهار الغد، ترتفع درجات الحرارة وتتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا وجافة في معظم مناطق المملكة، إذ ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 31 درجة مئوية. أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في كل من الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة بالإضافة للبادية والسهول الشرقية. ليلا تنخفض إلى 24 درجة مئوية والأجواء معتدلة. تتكاثر غيوم عالية في مناطق مثل البادية الشرقية، وأيضا ليلا تكون 24 درجة مئوية. تستمر هذه الأجواء ليوم الأربعاء، ويستمر تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة نسبيا، لتصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية. تكون الأجواء صافية في معظم مناطق المملكة، وليلا تنخفض إلى 22 درجة مئوية. ليوم الخميس هناك انخفاض على درجات الحرارة لتصل إلى 26 درجة مئوية، وتعود الأجواء الربيعية في معظم مناطق المملكة، وليلا تنخفض إلى 17 مئوية. انتهت النشرة، على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت. العودة لك لنا في الأخبار.